نرحب بكم في هذا الاحتفاء لجديد الصلة والتواصل مع رجل الأمن، رجل أمن خدم البلد لردح من الزمن، ونكرم فيه أخانا ضابط أمن محمد زرار المحال على التقاعد الكامل برسم سنة 2015. هذا الاحتفاء يعتبر محطة من المحطات المسطرة في إطار المواكبة الإنسانية والاجتماعية لمديرية العمل الوطني لموظفيها، وحرصا على صون حق التقدير للمنتسبين إليها، إرساء لتقليد حضاري وعرفانا بحق من سبقونا في الخدمة ونهجا لا بد من مواصلته وترسيخه. وبهذه المناسبة يأبى كل العاملين بمفوضية شطة بالعيون إلا أن يحتفوا بتكريم مستحق لرجل الأمن، رجل أمن أفنى رعان شبابه في خدمة المواطن والمواطنين، ويكرمه عرفان بسنوات عمر يصعب بل ويستعيل تعويضها وتقدير الجهد فيها. وإن كنا نراهن على رمزية الاحتفاء لأن المهمة كانت شاقة والرحلة طويلة والحمل ثقيل، أيها الحضور الكريم، نستحضروا إياكم بهذه المناسبة المشوار المهني لأخينا محمد زرار، مشوار مهني حافل بالشهادات التي قيلت في حقه ومتميز بالجدية والعطاء ونكران الذات منذ أن التحق بصفوف الأمن الوطني سنة 1982، 34 سنة من العمل الجاد والمضني ضمن مسار مهني نظيف دون أي عقوب. الأمر الذي أدعو من خلاله رجال الأمن العاملين بهذه المصلحة ضرورة الاقتداء به والسير على خطاه حتى يكونوا في مستوى اللحظة التي يطمح إليها الجميع. الزميل والأب محمد زرار شخص وجدنا فيه صدق القول وحب العمل وتوجيها صادقا من القلب وتواضعا في المعامله، ولمسنا منه الجد والمثابره والاخلاص في العمل والقدره على حل المشاكل، حيث كان طيله فتره عمله ساطعا في ارتقاء العزيمه والسهر على الامن ومكافحه الجريمه وقضاء اغراض المواطنين وحسن التواصل مع الجميع سواء كانوا زملاء في العمل، مواطنين وافدين عن المصلحه او مصالح خارجيه او فعاليات المجتمع المدني. كل هذه المواصفات لا يمكن أن تتحمل هذه الكلمة في حق زميلنا غادر بجسمه لكنه يعيش معنا بقلبه وأخلاقه. في الأخير وباسم السيد المدير العام الوطني والسيد والي ولاية أم وجدة السيد رئيس المنطقة الإقليمية للأمن التوريد، وباسمي وباقي زملائي نشكرك من جديد أخانا محمد الزرار على كل الخدمات التي قدمتها، ونتمنى لك عمرا مديدا مع دوام الصحة والسعادة وتقاعدا مريحا، وإن كان هذا التقاعد ليس بنهاية المطاف بقدر ما هو سنة حياة إنهاء المشوار الوظيفي لا غير، إذ يبقى المتقاعد فينا دوما وأبدا رجل الأمن يستفيد بكل حقوقه مثلما هو الحال لمزاول للعمل، بل وإن فئة المتقاعدين على استعداد تام لتلبية الواجب في أي وقت ومتى كانت الحاجة إليه، أخذا بعين الاعتبار الرصيد المعرفي الغني والخبرة والتجربة التي اكتسبوها طيلة مدة عمله في التسيير والتوعية وإبداء مشوار والتوجيه، وهو أمر ليس بالهين بل مرجع لزملاء العمل يمكن الرجوع إليه متى لزم الأمر. ويكفينا أن نقول لك لقد حضرت لنا الماضي وسنبقيك ذخرا للمستقبل. ولا يفوتنا في هذا الحفل أن نكرم من خلالك أسرتك الصغيرة وأن نعبر عن مدى شكرنا لها، لأننا لا ننكر تضحياتها الغالية والنفيسة وصمودها وصبرها طيلة مسارك المهني لمساندتك ودعمك على القيام بواجبك في أحسن الظروف. ونتمنى ألا تنقطع عنا زيارتك، فأيدينا ممدودة إليك وجميع أبوابنا مفتوحة في وجهك. وأدعو بالمناسبة لمناسبة كافة رجال الأمن بهذه المفوضية أن يجددوا العهد والقسم وأن يحملوا المشعل ويسيروا على نفس الدرب. وختاما لا يسعنا الا الدعاء لك بالتوفيق في باقي حياتك الشخصيه وان يجعل باقي عمرك خيرا من ماضيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.